هل ما فيش امل؟ لا في امل، ربنا اللي قال لنا كده. يعني احنا لو حسبناه احنا بحساباتنا، يعني المفترض اللي بيموت ايه؟ خلاص ما فيهوش امل. لكن ربنا قال لنا حتى الميت في امل. ازاي؟ عشان ما تيأس من حد، خد بالك، ما تجيش تحكم على حد يقول لك ده ميت وسيبه. ربنا قال لنا اعلم ان الله يحيي الارض بعد ايه؟ بعد موتها. تقول لي ايه علاقه الايه دي بالموضوع؟ اقول لك الايه دي في سوره ايه؟ الحديد. احسنت. الايه دي بعد انهي ايه؟ لا الم يأني. احسنت. شوف السياق ده عشان تفتح لنفسك ولغيرك باب امل. الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يأني كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني ايه مفيش امل؟ لا لا استنى. اعلم ان الله يحيي الارض بعد موتها. كما انه يحيي الارض بعد موتها يحيي القلوب بعد موتها. لو مات ودفن ربنا يحييه.